يا صباح الخير عليكم. اليوم على 10 في رمضان قررنا نخرجوا نديروا واحد الدراجي خفيف ديال دو جور. هكا ديجا قالوا لي الدراري باللي باغيين يعرفوا الدراجي هذا حكم قريب للمدينة ديال اكادير، داكشي علاش قررنا نوثقوه لحظة بلحظة. دابا يلا خارج من المنزل ديالي وغادي نمشي للمحطة. قبل ما نمشي للمحطة غادي خصني ناخد شي أمور اللي غادي نطيب، من بعد غادي نمشيو للمحطة ديال أولى التيمة ناخدو طاكسي تاع أكادير من تما نكملو التراجي ديالنا إن شاء الله. المهم نوثق لكم بلحظة بلحظة. المسائل ديالي كاني بالنسبة للتراجي غادي نوريكم الطريق دابا كيفاش تكون التراجي كاملة. الطريق ديالها من بالنسبة لي أنا من أولى التيمة حتى البلاصة اللي غادي نطونطي فيها إن شاء الله. انا هنا دابا في اكادير طوبيس كاين هنايا مي الطريق بعيد شويه، دونك دابا وصلت بشي 10 دقائق نتمشى شويه على رجليا لان وصل البلاص ديال تيرمينس ديال الطوبيس اي ابخي نتسنى الطوبيس تكون يجي ويمشي. يو اخيرا حنا دابا وصلنا لابلاص ديالنا. واخا الطوبيس زاد بيا قدام دابا مشينا نطلع بلاص نحاول نقاد البلاصة ديالي نقاد لاطونت ابخي نجي نشوف شي حطة هنايا من نجيبو باش نقاد المسائل ديالي نطيب الفطور ديالي من بعد نصور لكم بلان كامل. المهم بالنسبة لهاد هو الشانتي وكتهبط هنا كاينين الناس كيصيدو هاهما كاين الناس هنا كيصيدو بزاف كيجو كتهبط واحد شوية تقريبا ميم با واحد خمسة دقايق على رجلي كتهبط كتلقى بلاصة زوينة. نخليكم اللوكاليزاسيون ديال البلاصة عرفتي فيها هاد الشبا يجي شي واحد نضرك على البرد حيت كاين هنا الريح بزاف دونك جات مجنبة على الريح و كوان ترونكي صراحة بلاصة زوينة ترونكي. و بالنسبة للحطاب ولا شي حاجة راه خصك ضروري تطلع على هاد الجبال هادو هنا هادو خصك من هنا من تجيب الحطاب دونك هنايا تحت راه مكاين والو. هادي هي البلاصة كيفما كتشوفو هنا الناس كيجيو كيصيدو ها الناس الآخرين. هاد البلاصة هادي العام الفايت ماشي العام الفايت في العام الفايت ديجا كنا جينا ليها مي كان ترونكي في 2000 و بونس 2016 2017 كنا جينا واحد المرة هنايا و هاج علينا البحر كان البحر عايش بزاف بالليل لدرجة انه دخل لديك البلاصة فين كنا مطونطين دخل ليها. هذه هي الطريق وهذا هو البلاصة. صراحة هنا كاين واحد الفيو ناضي. هذه هي البلاصة نوريكم فين نطونطيو بعدا غادي نديرو لاطونت ديالنا لهيه في هذيك البلاصة. هنا واحد لابيسين بحال لابيسين زوين من بعد نوري لكم. حاليا نحاول نقاد غير بلاصتو هي بعدا ونحط الباكتاج ديال المسائل من بعد نشوفو شنو ندير. ايوا حنا دابا وصلنا متفقة واحد دادو هنايا غنحاول نقاد البلاصة هادي شوية. الأغلبية الناس كيجيو هنا كيخلو بلاصتو موسخة هذا هو الديفو. من بعد غنحاول كيف ما قلتلكم نمشي نجيب حطب وكدا
قاد المسائل ديالي باش الفطور ديالي بكري شويه، قال لي الوقت فين نصور اي بس اخرين. البحر كيبان لي هاي شويه صراحه، كنت معول باغي نعوم ونستر غدا كاع غدا نقدر نعوم بحكم انه البحر عايش. هذا هو نقدم هذاك لابون تقدم مسائل ديالنا. يا ودابا سالينا لابون ديالنا، قديناها هي، قدينا لابون ديالنا المسائل. دوما ما قدرتش نصور لابون بحكم غير بوحدي هنايا، بقيت في هذا معاك كنقاد المسائل ديالي. دابا مع الشاقور ديالي ومنشار غنمشي نحطب. دابا نوجد حطب ديالي باش علاش نطيب هذاك الشيء، هذا نزيد ان شاء الله. دابا نحاولوا نمشيو نحطبوا هذا، نحاول نطلع لهاد الجبل هادو نشوف الى تلاقيت في عواد كبار. عواد صغار ما يديروا لي والو صراحه، عواد صغار ما يديروا لي. كاين واحد البلاصه نوريها لكم زوينة حتى هي، اللي بغى يجي يتربي فيها ديجا كنت فيها. المهم بالنسبة اللي باغي يجي ليها ولا شي حاجة، راه بلاصة زوينة صراحة. المهم بالنسبة للبلاصة اللي بغى يجي ليها، فوق من البلاصة ديالي هي نيشان، اللي كان بغى يكون بعيد مثلا على البحر. طب انا راح نحاول نطلع على البلايص هادو نقلب. حاليا خديت هاد الشجرة هادي وهادو، كاين شي وحدين لتحت خليتهم تا هما لتحت، ناخذهم نمشي نقاد البلاصة ديالي هكا باش يبقى ليا الوقيت على خاطري نقاد المسائل ديالي. المهم الاخوان انا دابا هابط وانا نتلاقى مع الصياد اللي كنت صورت لكم، تلاقيت معهم قال لي بلي ما ديرش كونفيونس في لا قبل زعما كان ما ديرش كونفيونس في البحر، ما تطيقش في البلار يقدر يطلع البحر حتى لهاد البلاصه بحكم انه البحر هايج. واخا كيبان لكم دابا هكا مي هايج هو هاد البلاصه فاش جيت منظر كاع على الريح، من الريح راه كاين. المهم غنبقى بالليل فهمتي نشوف البلان كيفاش داير، الى كان الجو مستقر وكدا غنبقى هنا سينو راه نبدل البلاصه. المهم بالنسبه للبلاصه راه هي هادي يا اخوان، هنا البلاصه هادي فين نشد الابواد، يمكن لك تحط لاطون. البلاصه الاخرى فين نحط لاطون ديالي، دركا نقيو هاد البلاصه هادي. هاد البلاصة هادي هي فاش كنفطر انا ديما الصباح، مي دابا غنفطرو في رمضان يعني بالعشية. بلاصة صراحة زوينة و تالفيو ديالها في العشية ولا في الصباح كيكون زوين بزاف، مي دابا مازال معرفتش يعني على حسب البحر كيفاش داير. هي هادي جلسة قلا، هي هادي دابا مازال معرفتش البحر كيفاش داير، شي مواج راه يعني واش انا نجلس هنا ترونكيل ولا كيبان ليكم المسافات يعني عامرة. تو مدا مدا في الله. المهم حاليا انا الاخوان تقريبا سالت النص ديال داكشي اللي خاصو يتقضى، باقي ليا الدور مازال ما صليتوش،
يلا طوطيت وما نصلي الوقت ديالي ما قرب لي العصر. نصلي طوطي نوصل العصر ديالي ونحاول نوجد الفطور ديالي. نقول شي قرب المغرب بعد نشعل في قد المسائل ما بان نصلي ونصور لكم البلاصه كيفاش دايره البلايص اللي فيها زوينين. السلام عليكم الاخوان. بالنسبه لي مثلا شي واحد بغى يدوز النهار ديالو ما عندوش لا طونط ما حتى شي حاجه، كاين هذا الغار هذا بحال شي كهف صغير مدرج على الريح، موقع زوين ترونكي، كاينه بلاصه فين تشعل في ديالك فين تقاد المسائل ديال الطيب كل شيء. ايوا هذه هي البلاصه. ما يلا كنقاد المسائل ديالي ليه باقي الله كنوجد شنطياب مسائل ديالي حتى العفيره مازال ما شفتهاش. هذه بغيت نوريكم انا هو الاول هي البلاصه اللي كنريح فيها غالبا هي هادي على الاطلاله هادي. مي بحكم دابا القرع شويه ما نقدرش دونك دابا غادي نمشيو نكملو المسائل اللي باقي عندنا. خير العافية نتسناو الوقيته ديال الغروب البلاصة. صراحة الجو هنا دافي شوية، كاين الريح كاين الريح مي الجو دافي ديالو ديك الرمله اللي كاينه تحت كتبان لكم من هنا طالعه لفوق، يعني كاين دوك الطيارات تحت ديال الماء ما تقدرش تعوم في خاطرك. غدا ما عرفتش غدا الا كان الجو مزيان راه ناضي. دابا ناخذ واحد شويه ديال الراحه هذا ديك الساعة المسائل ديالنا كاملين. دابا تقريبا هادي 4:55 باقي الوقت، بغيت نقاد شي حاجة من دابا تفرح ليا ولا شي حاجة. أو ميم طون نعيش الأجواء هنايا، الصراحة الجو زوين هنايا، الجو الوحيد اللي هو البحر هاي شوية، مي الجو صراحة دافي واخا كاين الريح. بلاصة كار ما كاين حتى شي واحد هنا، حتى الصياد اللي كيصيدو راه زادو بكري حكم رمضان، بقيت انا وحديتي هنا. المهم دابا بديت كنقاد الفطور ديالي يلا بديت كنطيب ونبدا حيدتهم حيت ديجا كانوا تهرسو لي حتى دغين على قبل هاد البلان هذا. بعض المرات كنكون كنطيب شي حاجة ولا كنقاد شي حاجة كنسال راسي حتى كنكون حاطهم شي بلاصة ونقدر نورك عليهم بلا ما نشوفهمش ولا شي حاجة. دونك اللهم نحيدهم يلاه قاديتهم واصلة حيدهم سبحان الله الرحمن الرحيم. دابا نقاد الفطور ديالنا بشوية علينا، صراحة هاد الشي الفوق كاين فيه واحد الفيلم زوين.
المهم درتها حتى هو الاول. انا كنشرب اتاي بعشوب وجد مي بيع العرب والغيمن هاتي كنشربونا بالعشوب ضروري لما كانوش عشوب ما ماذا كيجيني ناقص صراحة. وتا بالنسبة للسكر ما كنديرش السكر بزاف انا صراحة ما عنديش مال ديك الفكرة ديال ندي معاكم بين كاز ولا ضروري خصك فهمتي تمشي تحرك تقطع خشب جيب طيب شحال العافية ماشي بحال ديك كومبين كاز. كومبين كاز بحال كترد بالعكاز شوية هي شي وحدين فهمتي كاين اللي كيكون مثلا غادي شي بلاصة اللي ما فيهاش طبقة متفق معاه مثلا شي واحد غادي الطريق ما مساليش مثلا غير يشدو الليل مزيانة الا كنتي تضرب طراجي ديالك ولا تريح براسه من الاحسن تحط الماتيريال ديالك منشار ديالك وشي شابور ولا شي حاجه بحال هكا راه مزيان. اشوف هنا كاين واحد الفيو الصراحه المهم دابا فكرت انني نطيب كلشي دابا باش يبقى لي الوقت في الليل ندير اللي بغيت نحاول نطيب حتى هنايا ونقاد واحد الصالون من بعد ندير اومليت. ديجا عندي شي حوايج واجدين بحال الحريره بحال التمر مسائل اخرى خبز بيض مسلوق ديجا عندي مسائل واجده ودابا نقاد غير مسائل مثلا بحال العشاء والسحور وما نقاد دابا ونجلس ديك الساعات بقالي شي زبر هو اللي مازال ما جمعتوش نعاود نجمع نحركو هنايا ما بغيتش نحرك كلشي بدقة على حسب الريحة ديك الساعات يكون خير ان شاء الله. تقريبا المغرب بقالي شي ميم با شي 40 دقيقة وغيبدا الفطور ان شاء الله. ايوا دابا الاخوان ودو المغرب هذا هو الجو صراحة الجو زوين خل البحر حيد شوية ضروري كيف ما رمضان نلبس الفوقية وجدت البلاصة ديال الفطور ديالي دابا كنتسنى غير شي لعيبات اخرين يطيبو ونصلي ومن بعد نتلاقاو كل مره. هذه هي البلاصه ديالي ديال الفطور ماما الاخوان عاش نظر كبير بحال شكر ماما الاخوان دابا فطرش قريب العشاء بقي الله ندير البلاصه ديالي مي البحر هايج بزاف دونك نحاول نبقى سهران تقريبا حتى الوقت ديال الفجر الى بقى البحر ترونكيل بحال هكا بحال كيف ما دابا راه ترونكيل راه الناس غير في بلاصه سينو زيد على هذا الحساب هذا يخصني نبطل البلاصه هذا هو. والليل دابا راه اون بليس دو سا جيت باغي نشارجي التليفون تلاقيت بالليل باور بانك
خاسره ما عرفش الران ديالها يعني مشارجيه مونسيه باللي راه مشارجيه مي فاش كنبغي نشارجي والو ما خداماش دونك يقدر يكون هذا هو الاخر ديال الفيديو سينو الا بقى شاد معايا شارج غير الصباح راه نصور لكم الصباح ومن هنا غدا ان شاء الله يكون خير. المهم الاخوان دابا الجو تكلب شويه بنتي البحر كيبان لي عايش بزاف غادي يبان لكم مزيان مي هنا راه الموج راه طالعين بزاف ديال بصح غالبا غنشوف بلان كيفاش داير الموج طالعين اكثر من القياس دونك غالبا نقدر نبدل البلاصه ديالي نجمع الماتيريال عاوتاني ونقدر نمشي شي بلاصه هنايا هاد الصباح. صراحه ما عرفتش واش يبان لكم البحر من هنايا واش على البيل مي عرفتي راه بحر عايش واحد الدرجه نسيت واحد البيل اخر على اساس يبان لكم شي حاجه ترى البحر كيجي حتى لهاد البلاصه وكيفوتها بعض المرات البحر عايش عايش بزاف. المهم الاخوان كيف ما كتشوف وليت كنبريكولي باور بانك صدقت ما خداماش وغير ملبقينا هانتوما لي زانفورماسيون ديالها والو ما كتشارجيش مبيتها في الشارج وكلشي دروكا بغيت غير نديباني بها حيت عندي 10% يعني ما تقدنيش دونك كنحاول نشوف كيفاش ندير لها تخدم ما خدمات راه ما عندي كندير تنصب. المهم الاخوان ديزولي ما صورت لكم والو حيت بدلت بلاصة دخل عليا الماء تما بزاف حيت البحر هاج دونك الموج بلوك طلع شحال عندي دابا بلاصة داكشي اللي ما قدرتش نصور التليفون دغيا طفى داكشي علاش هادي الاولى وثاني حاجة جاني داكشي على غفلة دغيا هاج البحر على غفلة يلاه جمعت ماتيريال كلشي وطلعتو دغيا ودركا شفت واحد البلاصة طالع الفوق حتى غدا ان شاء الله نوري عليكم الى بقى عندي الشارج هذا هو ودابا غنحاول نتكى باش نفيق الفجر ان شاء الله. صباح الخير الاخوان هادي هي البلاصة هادي فاش بدت البارحة هي واخا كاين دابا الشتا كتصب شوية كاين الشتا دابا كتصب البارح المواج راه شي راه ميمكنش البلاصه فين كنت انا راه كطلعو حتى اللي تما مازال البحر رجع شويه هادي ستة ستة ونص صراحه ما نسيت والو والتليفون دابا يطفى كنصور لكم بواحد في المية والله شي واحد الجو هنا راه ميمكنش مع الجو ديال الشتا. السلام عليكم على غفلة وانا يالله جمعت ماتيريال باغي نزيد فيه ديال الشتا الترونسبور هنا كيكون قليل فنحاول نشدو شي ترونسبور ولا شي حاجة هاكا ونزيدو بحالاتنا ان شاء الله يكون خير. او شي واحد الريحة ديال الشتا معاها غالبا انا مرضوخ غالبا نصبكم راه بغيت شي حاجه بحكم الترونسبور كيف ما قلت لكم ما كاينش ساك هو ديال الباص ديال لو امبيرميابل على حساب الشتا مي انا ما كاينش ما نلبس دابا الرعد كيتحرك هنايا الشتا غادا وكتزيد الترونسبور ما كيكونش هنا قليل حتى الطوبيس صعيب باش نوقف لك هنا خصني نضربها على رجليتها للفيلاج هاكا بقا مش ترونسبور سينو راه اوتو ستوب ولا يقدر يفاريها.
وصلني هذاك السيد من الموتور حتى لهنا حتى الامي هو الدار دابا راه نشوف هذا ثاني ترونسبور نمشي مع هاد الاكادير صراحه ترونسبور والو كل ما شفت هذاك السيد الموتور ما كنتش انا جيت حتى لهنا.